وأشاد معالي أنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة بالجهود التي تبذلها سلطنة عمان بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه لدعم السلم والأمن في العالم وتعزيز الحوار والتعاون متعدد الأطراف في المنطقة وخارجها جاء ذلك خلال استقبال الامين العام للامم المتحده بنيويورك مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجيه في اطار اعمال الدوره التاسعه والسبعين للجمعيه العامه للامم المتحده بنيويورك. وتم خلال المقابله مناقشه تطورات عدد من القضايا الاقليميه والدوليه ذات الاهتمام المشترك اهمها تطورات الاوضاع في قطاع غزه ولبنان والجهود المبذوله لضمان الوقف الفوري لاطلاق النار واحتواء التصعيد العسكري في المنطقه.